sweet. The award for best text goes to Sleiman Al-Bassam from Kuwait. ألف مبروك. ألف مبروك جائزة أحسن أفضل نص مسرحي. جائزة أحسن سينوغرافيا. The award for best scenography that will be presented by Mr. Mohammed Al-Hadi Jouini, the general manager of the Opera Theater. جائزة أحسن سينوغرافيا يتسلمها الفنان غازي الزغباني مسرحية الفيرما دولة تونس. ألف مبروك. ألف مبروك للفنان غازي الزغباني جائزة أفضل سينوغرافيا يتسلمها من الفنان محمد الهادي جويني. جائزة التانيث البرونزي تتسلمها مسرحية الفيرما نص وإخراج وسينوغرافيا وموسيقى غازي الزغباني تونس. The award for the bronze tanith will be presented by the member of the jury Pierre Abissab from Lebanon to الفيرما from Tunisia. ألف مبروك. ألف مبروك جائزة التانيث البرونزي لمسرحية الفيرما تتسلمها من الناقد والإعلامي من اللبناني بيير أبيصعب. مبروك مبروك عايش. مبروك 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 كلمة عايش. فقط لخاطر الجائزة هذه مهمة للمجموعة الكل ونهديوها لصديقنا محمد حسين القريع اللي مش معنا اليوم اللي هو عنصر مهم برشا معنا في العمل. Congratulations for الفيرما from Tunisia. الدكتور بيير أبيصعب يسلم التكريم والجائزة صورة مع الإعلامي الكبير. صورة جماعية. مبروك لمسرحية الفيرما جائزة التانيث البرونزي. مبروك. جائزة التانيث الفضي مسرحية الشمس نص وإخراج أمين بودريقة المملكة المغربية. The award for the silver tanith will be presented by the head of the festival Dr. Muaz Mrabet and goes to Shams Sun from Morocco. ألف مبروك لمسرحية الشمس جائزة التانيث الفضي لأيام قرطاج المسرحية في دورتها 24. ألف مبروك. مبروك. مبروك.
نسلم الجائزة الدكتور معز المرابط لمسرحية الشمس. ألف مبروك التانيث الفزي. ألف مبروك. Congratulations. ختامه مسك. هذه الجائزة تستدعي بعد من الصمت في القاعة. جائزة التانيث الذهبي. صمت. نص وإخراج سليمان بسام دولة الكويت. The award for the golden tenet will be presented by the representative of Her Excellency, the Minister of the Cultural Affairs, by Mr. Lasad Saeed, and goes to silence from ألف مبروك. Kuwait. ألف مبروك جائزة التانيث الذهبي لمسرحية صمت. ألف مبروك يسلمها رئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافية لسعد سعيد. ألف مبروك. Congratulations. ألف مبروك جائزة التانيث الذهبي لمسرحية صمت يستحق تحية أقوى من هكا. قوية. ألف مبروك. بس أقول كلمات. مساء الخير. حاب أشكر دورة أيام قرطاج المسرحية. هذه محطة مهمة جدا في حياتي المسرحية. هذا المهرجان مهم جدا في حياة المسرح العربي. حاب أشكر اللجنة وحاب أشكر المنظمين، وحاب أنوه إن أموال هذه الجائزة ستخصص لتمويل جولة في الداخل التونسي من أجل مشاركة الجمهور التونسي العظيم بهذا العمل، وشكراً. ألف مبروك لكل المتوجين. ألف مبروك. شكراً لأعضاء اللجنة الرسمية. شكراً لكل الحضور. شكراً لمشاهدينا الكرام عبر القناة الوطنية التونسية من تونس وخارجها. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم مبدعون. نورتونا. وإلى اللقاء في دورة قادمة وموعد مع الفن. شكراً دلال. شكراً سونيا. نورت تونس. منورة فيك. شكراً. إلى اللقاء.